لهذه الأوقات العمل بالنسبة للجنوب تخص الولايات الجنوب العشر. البيان يعني وضح الولايات اتخذنا هذا القرار لأن شفنا بلي في الموج في الأيام الأخيرة فيه يعني موجة حرارة يعني مرتفعة كثير، والإنسان ما يقدرش يعني يشتغل في هذه الظروف. لهذا نقصنا بدينا يعني غيرنا أوقات العمل من السادسة إلى الواحدة، لأن لاحظنا يعني بعد الظهر يعني في هذه المناطق يعني ما فيش حركة. اتخذ قرار باش من أول جويل من أول أوت هذا الشهر كتجربة نشوفوا يعني كيفاش الإدارات غادي يعني هذه أول مرة غادي تندار، مع العلم أن هذا الأمر موجود في الدول الأخرى اللي فيها نفس الحرارة. نشوفوا كيفاش الأمور تصير، كيف الأثر تاعها على الخدمة العمومية، هل ما تأثرش على مصالح المواطنين. كل هذه الأمور يعني بعد نهاية شهر أوت يكون فيه هنالك يعني تقييم لهذه العملية. إذا شفنا بلي فيها فوائد كثيرة يعني السنة القادمة إن شاء الله غادي نغير النص ويكون يعني معمول بها دائما.